بس ما تصابي حقبيلة تيدي شدو حسن مديقي زيها بالعباد باد باد بلا كتراتي كاميرا كاشي وفي البلاطو رايدي قار معنا ديفوني يشوفو زومي قاعدة ولعبة حكاية الموت شعلت نار 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 بس يا خالي كاميرا كاشي جدو حسن راهي معانا الاخت تاعك سعاد وحاجه ريح 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 عمتي ما استعرش بها انا اختو قربيش لها بعد بعد خليها ما تشوفوش اختك راهي في الزنقه ترى ما كاش على اسمك ما كاش ما دام باباك حي ما كاين والو على اسمك ماشي سعاد انا يعني بدون إطالة معنا بيسير لانفيتي تاعنا شيخنا راهو نقولوا غني على التعريف الشيخ الحميد العداوي تبارك الله عليه من هو من المدرسة الهشماوية ايكول عريقة كيما نقولوا صفيقة حرة على شيخ نقول لك سعاد وين خلاصت عليها برحمة المؤمنين اللي بناولها ابعث لي جينجل هنا رانا متواجدين في عين المكان هنا كاين اون دام اللي عيطت لنا ابارامون راهي كيما نقولوا حنا مقهوره معليش واسمها مدام سعاد السلام عليكم سلام مرحبا بكم الله يحفظك واش نقول لك الاخت انت يا عيطينا وكنتي تنسيستي شحال ولا ننسيستي وشحال ونحوس عليك الحمد لله يا ربي كي جيتو عندي وان شاء الله يا ربي نحط لكم القضيه تاعي بين يديكم ويفرج ربي بربي ان شاء الله شوف قلبي راه معمر واش نحكي لك قليل انا كنت عايشه مع راجي مع الزوج تاعي شوف يا حميد خويا شوف على العداوي خويا كيفاش راهي عايشه مسكينه سعاد شوف شوف سعاد بعد ما توفى زوجها لقات روحها هي وبنتها مرميات في الشارع واللي رماها هو اخوها العزيز حنا مرت ولد كبير خلاه بابا واستولى عليه خويا راني حاب المشاهد الكريم يشوف انت وانا كي ساكنه سعاد مسكينة ناس مؤمنين هما اللي بناولها هذا الدار الفوضوي اليوم خالتي سعاد جات للحصة تشكي همها ايه يا خالتي سعاد ربي يفرجها عليك ان شاء الله شيخنا عبالي نحن وجع لك قلبك شوية وش راح تشوف دوكا مي ولكن هي الحقيقة شوف الورت ديالها والرزق ديالها وين راهو كما شفتوا مقبله وين رحنا لهذيك المراه مسكينه وين هي ساكنه المندبه الكبيره ديروا في بالكم بلي المراه هذه نورمالمون راهي ساكنه هنا المراه هذيك الحق تاعها راهو هنا معليش بلوس دو ديتاي نشوفوا خوها قال لك انسان مولا خير مين دوك نشوفوا المولا خير هذا اروح كاميرا مان راك تشوف المابر هذا غالي على البراكة تاعها شفت حق السعاد في الميرات يا سي حميد وين راها ما نعش نرحمه مي لازم نجيبو البلاطو لازم السلام عليكم اهلا خويا العزيز واش راكم لاباس بيا طلع مي عبد الرحمن نعم الشيخ باباك دوموندوه حبوا يشوفوه في الحصه تاع خير باسكو باباك دار حاجه مليحه ربي يحفظك انا هنا خويا انا هنا يا با بروبليم صح اخويا شيخنا الى روماركيت قلت بلي نعرضوا باباك باسكو دار حاجه مليحه ما نقدرش نعيطوا للبلاطو ونقابلو ونقولوا انت سرقت وانت كذا ما يجينيش الوغ جيتي اوبليجي نكذب ويا ربي اغفر لي ما عليناش سعاد ديري في بالك بلي الاخ تاعك جبتو مريض شويه وجا هو وليدو دايرين في بالهم حاجه مي الله غالب اوبليجي لازم هنا تبان الحقيقه بدون اطاله أبعتوا لنا الأب والولد بعد الفصل أنا عودنا ولينا رانا هنا في البلاطو راهو هنا محمد نورمال مو عيطنا الأب تاعك على ما جاش على كل حال مريض شوية طلعت له لاطونسيون راهو هنا ديجا غير كيما كان في العمرة جا طلعت له لاطونسيون في العمرة تما أنا ما خليتوش يدخل سيك هذي راهي هنا أنت ما خليتوش يدخل على أنت اللي تحكم في باباك بيانسي
وبابا كان في عمره كان في العمره غير كيما سبحان الله كاباب يدير حد حجه لهنا في اكتوبرك ولا تشاطرني راي يا شيخ معلوم انسان يدير الخير قبل لهنايا ويقدر هنا يحج هذه يا عمتك هذه ما تصيرش واحد اخرى ما عندكش عندك واحد اخرى ما استعرش بها انا ما ليش تقول لما شي عمتك على كل حال بس عند ربي عمتك تحب ولا ما تحبش سلفي بابا تحب ولا تكره تحب ولا تكره طلبت والو بغيت تصوني انا وبنتي كذا ما وليدي وين نروح هذي عمتك تحب ولا تكره خط بابا ما عندكش ما عندك عمتك ماشي خط بابا ما استعرش بها معليش سي بوسيبل جيب لنا الشيخ باباك برك الله ماشي مشكله جيب عاوني فيها قبل الو حب 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 انا مباصي به هديش ماكش مباصي به هذا باباك هذا باباك هذا ماكش مباصي باباك بعد الفاصل عاودنا ولينا راهو معنا الحاج عبد الرحمن راهو معنا ولده راهي معنا السعاد والوسيط تاع الخير ان شاء الله لي ومعنا تاني الجمهور معليش حاج عبد الرحمن حاج عبد الرحمن السلام عليكم راهي معنا الاخت تاعك سعاد راهي معنا الاخت تاعك سعاد وعاده سعاد اهضر معاها اسمع شنو اختك سعاد اختك تاع النابه عمتك اش يا عمتي اختك تو يا عمتك هذه علاش ماشي عمتي ما استعرش بها انا اختو راهي هنا الاخت تاعك سعاد مرا راهي هنا في البلاطو مات راجلها سعاد تاع النابة ايه اشبيحة نعم اشبيحة مات راجلها سعيدة نعم مات ايه مات مات نعم وراهي عايشة برا اهضر معاه اهضر معاه فهم باباك فهم اختك سعاد اختك تاع النابة ايه هاي طمعها في الورث ما تقولوش هاي طمعها في الورث ماشي طمعها في الورث ماشي طمعها في الورث ماشي كوبي يا خو ما تهردليش ليميسيون تاعي مازال ماناش نقولوا طمعها في الورث عايشة برا نهضر واش لازم لا لا لا, لا ما تهضرش واش لازم نهضروا الحقيقة حنايا استغفر الله ودي اسمع ما تجهلش ما تجهلش ما تجهلش ربي والله العظيم غير ضربة ربي واعرة فهمتني ريح الرجل هذيك تاعك خليها عندك ريح ريح الله يحفظك ريح ماني مقادرك نقطة النظام الله يحفظك تمسخير سبحان الله والله غتمسخير يا خو شو بدك تمسخير يا حميدة شيخ عبد الرحمن الأخت تاعك راهي هنا سعاد مرة راهي هنا جات مع النابة مات راجلها هنا أي هنا سعاد هنا أي هنا سعاد راجلها مات أو لا وبال مسكينة حاوستوها مسكينة سعاد بيتها في القيطون كبشتوها حاوستوها وليدك ضربها وليدك ضربها ما جات سعاد في عندها ما على بالوش ما باوش كاين ها صح ماشي بوزيسيون لا لا بالي الولد كيفاش ما مسكين راه ضربات ولا طونسيون مسكين بيان سير ما اي ريح 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 حميده انا ضربتني لا طونسيون معليش 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 يا حميده ما تعرف شكون انا يا مشي درك لا ريح اقعد خافيش كاين دولة كاين عدالة وخاصتك يا ربي اسمع هاد الـ هاد الـ هاد الورث هذا تاع تاع باباك تاع باباك دوك دوك تفهم دوك تفهم كي راك تهضر بصفتك يا انا نهضر هذا هذا هو انا مؤمن انا نامن بربي انا نامن بربي مؤمن انا الحاج تي انا وشنو يا الحاج يا الحاج اختك سعاد راهي هنا مرة اي هنا سعاد وراهي عايشة برا مرة سعاد ما على بالكش بلي عايشة برا اختك ما في دار راجلها ماشي دار راجلها راجلها توفى وراه سعاد هنا اي هنا وهنا وين رانا وعلاش حاوس سعاد على حاوستوها حاوس سعاد ربيها حاوسها من ربيتها اروحي تشوفي اروحي شوفك خوك المكان لا تخرب ما تدخلش روحك 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 خليها خليها تشوف خوها
قربيش لي بعد بعد خليه بعد خليه تشوفوها خليه خليه ما تشوفكش ما تشوفش ما تشوفش ما تشوفش نظام الله يحفظك اي حريق نقطة نظام هاي ارفع دي اخويا اشب عي اخوك اخويا نسيت اخويا كل هذا كل هذا شكون ريح ريح شيخ انا اختك اختك سعاد اللي مرمية في الزنقة اللي مرمية في الزنقة ريح ريح شكون كان كيحكي لك اخويا الله ما تحشم على روحك يا زي انا في بلاطو ما نكسر لك رجليك شي شوف حتى اخويا محمد عبد الرحمن اقابل سوعة تعاود تولي تسكن عندك دخلش روحك والله ما تسكنها دخلش روحك انا فهمت لي سوعة فهمت سوعة تجي تسكن عندك يضرب بيها ضرب بيها عاوني يا شيخ يضرب باباه يضرب باباه يحب ولا يكره ضرب باباه اسمع ما كاش على اسمك ما كاش مادام باباك حي ما كاين والو على اسمك مادام باباك حي ما عندك والو فهمت صيفتك شكونك تهضر أنا, انا 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 مو من قلت لك انا من بربي فهمت كوبي وتاخير انا يا محمد دير اي عمتك يا ري مال ماشي لا لا خلص دقيقه خلص دقيقه خلي بالك راني داير لك قدر الليل لا لا معليش نكسر لا لا خلص تخرج تخرج تحشم الله لا الله عليك شيخنا شيخنا هذا هذا يحبك هذا يحبك اي شي أهدر معه فهمه وقنعه أهدر معه ما يسمعش لا لا عيط عيط أرواح يا حميد أهدر معه يا أرواح أهدر معه يا وانا عبد الرحمن وش بيك أرواح 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 السلام عليكم عبد الرحمن أسمع أنا راني جيت نساوي بينك وبين أختك بينك وبين أختك أختك راي في الزنقة ترامة أختك راي تلاوح في الزنقة شيخ يسمع من جهة الأخرى يسمع من جهة ما عندك غير هي شيخ روح له ملود اللي منه ملود اللي منه استغفر الله وعيط شيخ عيط باش يسمع راي عندك غير أختك واحدة ما عندك الزوج سعادتك يا سعاد ايه وتك سعاد خير سعادتك مليحة ماشي سعاد أنا يعني أنا جيت نعاون أختك وش كليت وش كليت وش كليت الله ربي يشفيك ان شاء الله ربي يشفيك ربي يشفيك ان شاء الله ربي يشفيك انا فهمني فهمه قل له انت شكون فهم قنعه انت الوسيط اسمه قتلي عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن انت شكون انت يا انت شكون انا ايه وانت شكون انا واحد أنا واحد من الناس أنا جارك واش يقول الناس بصوتوا لي كامل هذا النوع سحر يا أخوي نقول لهم إن شاء الله رمضان يجينا بالخير والعافية ويجينا بخيراته إن شاء الله يا رب وإن شاء الله نجوزوه في الهنا وشعب الجزائر وتحية الجزائر إن شاء الله رمضان يجينا حبس ما تصابي حق بيلا تيدي جدو حسن مديقي زيهب العباد باد باد بلا كترابي كاميرا كاشي وفي البلاطو